الطفلة هي ما وصلت المستشفى بحالة جيدة، وصلت المستشفى بحالة فقدان وعي، والسبب غامض لفقدان عمرها 7 أشهر. تم إجراء اللازم من قبل عفوا، هو الطفلة من وصلت المستشفى بحالة فقدان وعي، لا وجود للنبض ولا وجود للتنفس مع الزقاق في الجسم. قام أخصائي الأطفال بإجراء الإسعافات الأولية لها، وتم إرجاع النبض فقط للحالة للمريضة. فبعد ذلك تم إدخالها إلى العناية، غرفة العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز الفنتليتر لإكمال العلاج. بعد تقريبا 1.5 يوم فارقت الطفلة الحياة بسبب توقف القلب، وتم إخبار ذوي الطفلة بضرورة إحالة الطفلة إلى الطبابة العادية، مما أدى إلى تهجم من قبل ذوي الطفلة على المستشفى وكوادرها. نحن نقوم بإجراءات وتوجيه وزارة الصحة بضرورة إحالة مثل هذه الحالات إلى الطبابة العدلية لبيان السبب. أما من ناحية المادة والفلوس، إحنا بهيج حالة ما نستقطع منهم. إحنا تم التنازل عن ما بقى على الطفلة، وكان ذوي الطفلة يعني عليهم فد شيء يعني أكثر من اللي دفعوه. ما عندنا أي شيء بالنسبة يعني من ناحية مادية بالنسبة لهم، ولا هو كان السبب بذلك. وهذا ما كان يطالب به ذوو الطفلة المتوفاة، ويتهمون المستشفى بأنها تطالبهم بأجور لمريضتهم رغم أنها كانت متوفاة قبل 48 ساعة كما تحدثوا هم طبعا دكتور. لكن ماذا عن تقرير الطب العدلي؟ أليس فيه إثبات بتاريخ الوفاة وأسبابها؟ لا، تقرير الطب العدلي هو بعد لحد الآن ما وصل، والسبب هو هو يدلي به الطب العدلي. أما من يومين، إحنا أصلا ما دخلت همنا يومين، أنا دخلت همنا تقريبا 1.5 يوم. من اليوم 14/8 الساعة 3:30 جتي فاقدة الوعي، رجع النبض مالها، وعندنا إثباتات إحنا الأجهزة مال أجهزة التخدير اللي عليها أو أجهزة الإنعاش الرئوي اللي بالمستشفى، موجود النبض وموجود الأكسجين مالتها، وهي بقت حية إلى إعلان الوفاة.